كابتن حمد ابراهيم المدرب العام لنادي الاسماعيلي. كابتن حمد برحب بيك. اقول لك مبروك على التعادل وطبعا مباراه عصيبه وعصبيه في نفس الوقت ومثيره، ويمكن اداء النادي الاسماعيلي اتغير بشكل كبير، وانا كنت قلت لحضرتك قبل كده في وجود الجهاز الفني بقياده ايهاب جلال، وفي نفس الوقت كمان في الشوط الثاني النهارده اداء الاسماعيلي اختلف كتير عن الشوط الاول. والله يا كابتن صالح الحمد لله بحمد ربنا طبعا، مباراه كانت مهمه جدا لينا وللنادي الاهلي طبعا. النادي الاهلي بيلعب على واحنا بنلعب بشكل يعني لازم يرضي يرضي النادي يرضي شخصيا، وده اللي انا اتكلمت معاك فيه قبل كده. طبعا اللعيبه لو احنا بس مرتاحين شويه واللعيبه فعلا مصدقه ان احنا ممكن تعمل حاجه كويسه كابتن ممكن بدايه الماتش تقدر تخلص الكلام دوت. لكن الحمد لله يعني بدايه الشوط الثاني كابتن هاد لما دخل واتكلم معاهم اللعيبه عملت حاجه كويسه جدا، ودي من الحاجات المهمه ان انت كنت تطلع بشكل كويس واداء كويس لانك بتساعد النادي كبير ولعيبه كبار. لكن الحمد لله الحمد لله وارض الاكل والنادي الاهلي يعني تتعوض الماتشات الجايه ان شاء الله. هل يعني الشوط الاول هل انتوا كنتوا متعمدين ان كنتوا تلعبوا بطريقه شويه دفاعيه فيها تامين دفاعي شويه، وبعد ما تقدم النادي الاهلي بداتوا الشوط الثاني يعني تشتغلوا على الهجوم اكتر، تشتغلوا على ان يكون في هجمات مرتده اكتر، او تغير طريقه اللعب ده السبب تقدم النادي الاهلي؟ والله كابتن صالح احنا ما بنلعبش بطريقه دفاعيه ابدا ولا انت عارف الطريقه بتاعتنا، لكن احنا كنا بنشتغل ان انت ازاي تدخل فخر جوه الشوط الاول هو محمد صادق وتطلع بالطرفين اللي هم الباكين عندنا بس في اوقات معينه، وازاي الراجل يدخل في الناحيه العكسيه، فانت عندك عدد كويس جدا قدام مع ضغط المساحه من دونجا ومحمد حسن، فكنت المفروض الشوط الاول جالنا كورتين ثلاثه كنت المفروض تخلص الماتش، لكن رجعنا شويه والنادي الاهلي قدر يحرز هدف، فبقى يعني بقى الماتش بقى سجال ما فيش حاجه خطره في الناحيتين لغايه الشوط الثاني لما كابتن هاد دخل يتكلم معاهم. اللعيبه فعلا حست ان انت المباراه فعلا تقدر تشتغل فيها بشكل كويس، انت بتلعب فرقه كبيره والفرقه الكبيره عندها ضغط هو عايز يكسب عشان هتلاقي مساحات، وده اللي حصل الشوط الثاني. كابتن هاد عامل تغييره صادق وراح منزل مكانه مدبولي، فبقى عندك مساحات كبيره تقدر تشتغل فيها، مع ان انت بشكل لعب مختلف انك انت اول مره احنا النهارده نلعب ازاي في نص الملعب وازاي تلعب في ظهر مدافعين النادي الاهلي، فدي خلت لينا افضليه ونقدر نعمل مساحات كويسه ونقدر نحرز هدف، وكنت ممكن تحرز واحد ثاني ضربه جزاء 100% طبعا. ومش هتكلم انا على كابتن حنفي لان يعني زينا برضو يعني بشر ممكن يحصل حاجه، لكن ضربه جزاء 100% وتتحسب ان الكوره في نص الملعب ما كانتش فاول بالشكل الواضح، لكن الحمد لله. محمد صادق خرج للإصابة، فهل يعني عرفتوا حجم الإصابة أو التشخيص الإصابة بالظبط ولا إيه؟ لا هو رطوبة عالية شوية وحس بسنة هبوط الدوخة، لكن الأمور كانت ماشية بشكل كويس وهو من اللعيبة الأساسية واللي ممكن يشتغل تاني إن شاء الله. تعليمات الكابتن إيهاب جلال بين الشوطين كان التركيز على إيه بالظبط بالنسبة للنادي الأهلي؟ والله يعني ما انت تقدر تستغل المساحات اللي في ظهر النادي الاهلي، فانك انت تشتغل الكلام ده يا كابتن اسلام، لان احنا بقى لنا يومين ثلاثه في التمرين كنا ازاي بنشتغل في ظهر الناس المدافعين، اول ما بتستلم الكوره فنروح في المساحات لان هيبقى النادي الاهلي بيعمل المجازفه عشان يكسب، فانت هتلاقي مساحات كبيره، وده اللي حصل الشوط الثاني، انت عندك مساحات كبيره جدا فخري كان شغال فيها ومجهولي مع ان شكري كان بيلف ويروح ورا المدافعين في نص الملعب يضغط عليهم شويه بحيث ان احنا يبقى عندك العدد اللي انت تقدر تشتغل بيه. يعني انا بقول لك هو اشكال من احنا لعبنا بطريقتين النهارده وخلينا بنفس الطريقه اللي بدانا بيها، فلكن الحمد لله. الضغط العصبي للاعيبه الاهلي وانتوا عندكم كمان مباراه مع نادي الزمالك المتصدر للدوري دلوقتي، هل الضغط العصبي ده الجهاز الفني الاسماعيلي بيشتغل عليه داخل الملعب مع اللعيبه مع الفرقه بتاعتكم؟ والله يا كابتن عندنا ماتشات عندنا بيراميدز واهلي وزمالك، انا يعني مش عايز اقول بشكل انا ماليش دعوه الموقف الفرق الثانيه ايه، المهم موقف فرقتنا احنا اللي بنشتغل عليه، اكيد هم الفرق اللي يعني بيلعبوا في منافسه فاكيد هيبقى عندهم ضغوط وده اللي انت تقدر تستغله، لكن انا بشكل 100% انا عايز اكسب وفرقتي عايزه تكسب، اللي هيكسب البطوله في الاخر نقول له مبروك او، لكن احنا المهم احنا هنعمل ايه.
إذن الإسماعيلي بيلعب من أجل المكسب في المباراة اللي جاية، وكان بيلعب من أجل المكسب النهاردة قدام الأهلي، وهيلعب من أجل المكسب في مباراة الزمالك. 100% كابتن، 100% إن شاء الله. هل غياب أشرف بن شرقي عن نادي الزمالك في المباراة اللي جاية هيأثر بشكل إيجابي لفريق الإسماعيلي؟ بشكل نادي الزمالك عنده لعيبه كبيره وعندهم لعيبه كتير، وده اللي احنا بنشتغل على نادي الزمالك، ما بنشتغلش على لعيب واحد، لكن اشرف اللعيبه طبعا المهمه، لكن برضو والله يا كابتن اسامه احنا بنشتغل على شغل الفرقه، مالناش دعوه بالافراد يعني. كابتن حمد ابراهيم المدرب العام لنادي الاسماعيلي، طبعا بشكرك ومعقبا او